بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. نستقبل مع الصفحة رقم 40. نبخونو لا باج 40. نبخونو لا باج 40. En haut de la page, comme nous le voyons, on a grammaire. Il y a des termes en quoi il doit commencer à dire le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet. Adn le groupe يعني مجموعة أو فريق nominal. تجمع كلمة لونو لونو يعني الاسم. لونو يعني الاسم. Nominal يعني اسمية. إذا نتكلم عن المجموعة الاسمية sujet الفاعل. Sujet المقصود به الفاعل. إذا كمان نقول المجموعة الاسمية فاعل. التي تكون في محل الفاعل أو التي تمثل الفاعل. Le premier paragraphe, j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. أنا ألاحظ وأنا أكتشف. J'observe et je découvre. أنا ألاحظ وأنا أكتشف. طبعا عندنا هنا لو فيرب observer. هنا عندنا لو فيرب découvrir. Observe يعني لاحظ ومنها l'observation يعني الملاحظة. Découvrir يعني أنك تكتشف. ومن مثلا لي ديكوفيرت يعني اكتشافات. ثم عندنا لي توريست اوبسيرف لي زيماج. لي توريست اوبسيرف لي زيماج. اذا السياح اوبسيرف سي لو فيرب اوبسيرفي. اوبسيرف انهم يلاحظون لي زيماج الصور. الصور. اذا عندنا واحد المجموعه ديال التوريست انهم تلاحظوا الصور تيشوفوا في الصور. ثم عندنا هنا لو غيد اكسبليك او توريست لو بروغرام دي فيزيت. لو غيد اكسبليك او توريست لو بروغرام دي فيزيت. لو غيد هو الدليل. هو الشخص اللي تيدي دوك التوريست اماكن معينه مثلا باش يزوروها. تبقى يقترع عليهم مثلا المناطق المهمه في المغرب اللي خاصهم يزوروها مثلا او في بلد اخر. اذا نتكلم عن لو غيد يعني الدليل. ممكن في هذا الإطار نتكلم عن لو فيرب غيدي يعني أنك تدل يعني أنك تدل. لو فيرب غيدي إذا لو غيد يعني الدليل. طبعا من تنتكلموا على الدليل ممكن يكون شخص أنه يقود الناس إلى أماكن معينة يدلهم على أماكن معينة. وممكن نتكلم عن مجرد كتاب. إذا كان هناك كتاب مثلا كالذي يعطى مثلا مع الكثير من الأجهزة. ملي تشتري واحد البارابول، ملي تشتري واحد التلفازة، ملي تشتري واحد جهاز كيف ما كان، تيكون معاه واحد الكتاب. إلا شريتي غير مولينكس تلقى معاه واحد الكتاب صغير. إذا هذاك تيتسمى لو غيد، يعني أنه يدلك على طريقة استعمال هذا الجهاز إلى غير ذلك. إذا يسمى لو غيد. هنا تنتكلموا على شخص طبعا. لو غيد إكسبليك. إذا نتكلم عن الدليل أنه يشرح. أوتوريست يشرح للسياح. لو غيد اكسبليك او توريست. اذا نتكلم عن الدليل انه يشرح للسياح. يشرح لهم ماذا؟ لو بروغرام دي فيزيت. اذا يشرح لهم برنامج الزيارات. يشرح لهم برنامج الزيارات. اذا غيكون عندهم واحد البرنامج غيقول لهم غنمشيو نزورو هاد البلاصه، غنشوفو هاد المنطقه مثلا مع الساعه كذا غنكونو في هاد المنطقه الى غير ذلك. اذا هناك واحد البرنامج. اذا نتكلم عن بروغرام، نتكلم عن برنامج هنا. Le guide explique aux touristes le programme de visite. Le guide explique aux touristes le programme de visite. إذن الدليل يشرح للسياح برنامج الزيارات. الدليل يشرح للسياح برنامج الزيارات. ثم عندنا les visiteurs se dirigent vers le monument. Les visiteurs se dirigent vers le monument. الزائرون ومنها فعل visiter يعني أنك تزور. طبعا لو فيرب فيزيتي في مواضع كثيرة يأتي مع لو فيرب روندر. نقول روندر فيزيت يعني أنك تعيد الزيارة. المقصود أنك تزور شخص. لي فيزيتور سو ديريج فيغ لو مونيمون. إذا نتكلم عن الزائرون أنهم يتجهون. يتجهون طبعا هنا ما عندناش لو فيرب ديريجي يعني أنك أنت تتوجه واحد الشيء أو واحد الشخص. هنا عندنا لو فيرب سو ديريجي. عندنا لو فيرب وجه نفسه كما نقول. عندنا فعل كما نقول وجه نفسه. اذا لي فيزيتور سو ديريج. اذا نتكلم عن السياح انهم يوجهون انفسهم المقصود انهم يتجهون فيغ لو مونيمون نحو المعلمه. نحو المعلمه. اذا هما غيزوروا واحد المعلمه. اذا الان السياح يتجهون نحو هذه المعلمه. اذا لي فيزيتور سو ديريج فيغ لو مونيمون. عندما نتكلم عن يتجهون
ممكن أنهم يكونون يمشون بجانب المعلمة ثم يتجهون نحوها. ممكن أن السياح يكونون قريبين من المعلمة فيتجهون نحوها، يعني أنهم يصدون اتجاهها. وممكن أنهم يكونون في مدينة ثم يأخذون الطريق نحو مدينة أخرى توجد بها المعلمة، فنقول بأن السياح يتجهون نحو المعلمة. إذا ممكن أن تحتمل كل هذه المعاني. إذا طبعا هنا عندنا أول سؤال، كي أوبسيرف لي زيماج، من الذي يلاحظ الصور؟ كي أوبسيرف لي زيماج، سو سون لي توريست كي أوبسيرف لي زيماج. بان سنجيب سو سون لي توريست كي أوبسيرف لي زيماج، إنهم السياح الذين يلاحظون الصور. سو سون لي توريست كي أوبسيرف لي زيماج، إنهم السياح الذين يلاحظون الصور. أو نقول باختصار سو سون لي توريست. نركز على هاد الكلمة إن صح التعبير، نركز على هاد المجموعة. إذن كي أوبسيرف لي زيماج سو سون لي توريست، إنهم السياح. من الذي يلاحظ، الصور؟ إنهم السياح. ثم كوفون لي توريست، ماذا يفعلون السياح؟ إذن سنقول لي توريست أوبسيرف لي زيماج، أو نقول إيل أوبسيرف لي زيماج، هم يلاحظون الصور. في السؤال الثالث مثلا، كيكسبليك أو توريست لو بروغرام دي فيزيت، كيكسبليك أو توريست لو بروغرام دي فيزيت. من الذي يشرح لي السياح برنامج الزيارات؟ بيان سور سي لو غيد كي اكسبليك او توريست لو بروغرام دي فيزيت، او نقول سي لو غيد، انه الدليل الذي يشرح للسياح برنامج زيارات، او نقول انه الدليل. اذا نقول انه الدليل الذي يشرح للسياح برنامج الزيارات، سي لو غيد كي اكسبليك او توريست لو بروغرام دي فيزيت، او نقول انه الدليل. طبعا السؤال هنا كي اكسبليكو توريست لو بروغرام دي فيزيت، من الذي يشرح للسياح برنامج الزيارات؟ سي لو غيد، انه الدليل. طبعا الذي يطرح السؤال سيفهم الجواب، طبعا سيفهم التتمه. مادام انه سال كي اكسبليكو توريست لو بروغرام دي فيزيت، عندما اقول له سي لو غيد، طبعا سيفهم هو سي لو غيد كي اكسبليكو توريست لو بروغرام دي فيزيت. ممكن ان الجواب يكون فقط سي لو غيد، هنا ايضا نركز على هذه المجموعه. اذا كي اكسبليكو توريست لو بروغرام دي فيزيت سي لو غيد، اذا انه الدليل. ثم عندنا كوفي لو غيد، ثم عندنا السؤال الاخر، كوفي لو غيد، ماذا يفعل الدليل؟ لو غيد اكسبليك أو توريست لو بروغرام دي فيزيت، أو نقول إيل إكسبليك أو توريست لو بروغرام دي فيزيت، هو يشرح، للسياح برنامج الزيارات. إذا نقول إيل إكسبليك أو توريست لو بروغرام دي فيزيت. إذا فوالا سو كوفي لو غيد، إذا هذا الذي يفعله الدليل. ثم عندنا كي سو ديريج فيغ لو مونيمون، من الذي يتوجه نحو المعلمة؟ كي سو ديريج فيغ لو مونيمون؟ لا ريبونس اي سو سون لي فيزيتور كي سو ديريج فيغ لو مونيمون، انهم السياح الذين يتوجهون نحو المعلمة. سو سون لي فيزيتور كي سو ديريج فيغ لو مونيمون، انهم السياح الذين يتوجهون نحو المعلمة. او نقول سو سون لي فيزيتور، لان السؤال كان كي سو ديريج فيغ لو مونيمون، من الذي يتوجه نحو المعلمه. سو سون لي فيزيتور، انهم الزوار، سو سون لي فيزيتور. او نقول سو سون لي فيزيتور كي سو ديريج فيغ لو مونيمون. طبعا اختصارا نقول سو سون لي فيزيتور، ايضا هنا نركز على هاد المجموعه من الكلمات ايضا. ثم عندنا كوفون لي توريست، طبعا نفس السؤال الذي عندنا هنا. اذا شاك كيستيون بيرمي دو تروفي لو غرو فيربال
et le groupe nominal. إذن كل سؤال شاكيسيون كل سؤال بيرمي أن تمكن أو تسمح بي نتكلم هنا عن لو فيرب بيرميتر يعني فعل مكان أو سمح بي إذن نتكلم هنا عن لو فيرب بيرميتر يعني فعل مكان أو سمح بي ومن كلمة بيرميسيون يعني ترخيص كما نتكلم عن أوتوريزاسيون تنقولوا حنا البرميسيون تنقولوا حنا البرميسيون يعني ترخيص بيرمي دو تروفي لو غرو فيربال بيرمي دو تروفي لو غرو فيربال أن تمكن من إيجاد المجموعة الفعلية أو لو غروب نومينال سوجي أو المجموعة الإسمية الفعلية كما رأينا هنا عندما نسأل مثلا كي أوبسيرف لي زيماج من الذي يلاحظ الصور نقول سوسون لي توريست سوسون لي توريست إذن هاد لي توريست سي لو غروب نومينال سوجي سي لو غروب نومينال سوجي إذن هذه هي المجموعة الإسمية في محل الفاعل لأن هي اللي تتلاحظ الصور نتكلم هنا عن السياح طبعا هاد ال في اللغة الفرنسية هي هاد لي ولكن ليست كأل في اللغة العربية هاد ال في اللغة الفرنسية تدل على الجمع تدل على الجمع وممكن تدل على المفرد المذكر أو المفرد المؤنث في حالات أخرى نتكلم مثلا عن لا أو له لا أو له لا تدل على المؤنث المفرد وله تدل على المفرد المذكر طبعا في الجمع نقول لي طبعا في اللغة الفرنسية هذه بوحدها تتعطينا كلمة مثلا في اللغة العربية السياح ممكن نعتبرها كلمة واحدة ممكن نعتبرها كلمة واحدة أما في اللغة الفرنسية عندما نقول السياح في اللغة الفرنسية عندما نقول السياح طبعا هاد ال هي هاد لي تتعتبر كلمة بوحدها لوحدها نعتبرها كلمة ثم عندنا توريست كما لو نقول سياح بدون هاد ال ثم عندنا كلمة توريست كما لو نقول سياح بدون هاد ال لي توريست يعني السياح تتكون من كلمتين إذا نتكلم هنا عن مجموعة نتكلم هنا عن مجموعة نتكلم عن لي توريست إذا فهي مجموعة اسمية ثم أن هي التي قامت بالفعل ثم أن هي التي قامت بالفعل إذا هنا نتحدث عن سوجي يعني فاعل لأن هي التي قامت بالفعل إذن سو سون لي توريست كي أوبسيرف لي زيماج سو سون لي توريست كي أوبسيرف لي زيماج سو سون لي توريست كي أوبسيرف لي زيماج إنهم السياح الذين يلاحظون الصور ثم في الحالة الثانية مثلا عندنا لو غيد لو غيد بنفس الطريقة لو غيد إكسبليك أو توريست لو بروغرام دي فيزيت لو غيد إكسبليك أو توريست لو بروغرام دي فيزيت إذا نتكلم عن الدليل يشرح لي السياح برنامج الزيارات إذن سي لو غيد كي إكسبليك أو توريست لو بروغرام دي فيزيت إذن كما قلنا كي أوبسيرف لي زيماج إذن سو سون لي توريست سو سون لي توريست ثم عندنا كوفون لي توريست كوفون لي توريست سنقول هنا لي توريست أوبسيرف لي زيماج السياح يلاحظون الصور ثم عندنا Qui explique aux touristes le programme de visite? Bien sûr, c'est le guide. C'est le guide. Et donc, طبعا سنكتب هنا C'est le guide. C'est le guide. Et donc, إنه الدليل. إنه الدليل. ثم عندنا Que fait le guide? Que fait le guide? Que fait le guide? ماذا يفعل الدليل? Bien sûr, le guide explique aux touristes le programme de visite. Le guide explique aux touristes le programme de visite او نقول il explique aux touristes le programme de visite هو يشرح للسياح برنامج الزيارات هو يشرح للسياح برنامج الزيارات il explique aux touristes le programme de visite ثم عندنا qui se dirige vers le monument من الذي توجه نحو المعلمة اذا نقول ce sont les visiteurs Ce sont les visiteurs. Et dans le camera Inaona, les visiteurs se dirigent vers le monument. الزوار يتوجهون نحو المعلمة. الزوار يتوجهون نحو المعلمة. Ce sont les visiteurs. Ce sont les visiteurs. Et dans, qui se dirige vers le monument? Ce sont les visiteurs. ثم عندنا في الحقيقة عندنا هنا que font les visiteurs. ماذا يفعل الزوار؟ طبعا تقريبا الزوار او السياح مع فارق بسيط
Que font les touristes? ماذا يفعلون السياح؟ طبعا هنا المقصود Que font les visiteurs? Que font les visiteurs? ماذا يفعل الزوار؟ إذن طبعا كما رأينا les visiteurs se dirigent vers le monument. إذن سنقول هنا les visiteurs se dirigent vers le monument. Les visiteurs se dirigent vers le monument. سنقول les visiteurs se dirigent vers le monument. إذن نتكلم عن الزوار أنهم يتجهون نحو المعلمة. طبعا مع فارق قريب نتحدث عن les visiteurs يعني الزوار أما les touristes يعني السياح. ثم عندنا chaque question permet de trouver le groupe verbal ou le groupe nominal sujet ou le groupe nominal sujet. إذن chaque question كل سؤال permet de trouver يمكن من إيجاد. طبعا نتحدث عن le verbe permettre. نتحدث عن le verbe permettre يعني فعل مكن أو سمح بي. ومن كلمة la permission يعني l'autorisation يعني الترخيص. إذن chaque question كل سؤال طبعا من هذه الأسئلة اللي عندنا هنا كل سؤال من هذه الأسئلة لتتكون فيه كي أو تكون فيه ك. سنرى طريقة أخرى طبعا لإيجاد هذه المجموعتين. إذن chaque question permet de trouver le groupe verbal ou le groupe nominal sujet. إذن كل سؤال من هذه الأسئلة اللي طرحنا هنا تمكننا باش نلقاو يمكن من إيجاد لو غروب فيربال المجموعة الفعلية أو لو غروب نومينال سوجي أو إيجاد المجموعة الإسمية الفاعل المجموعة الإسمية الفاعل. طبعا لو غروب فيربال عندما نقول كوفي لو غيد كوفي لو غيد ماذا يفعل؟ دليل. طبعا سنقول هنا إل إكسبليك. إذا سنركز على إكسبليك au touriste le programme de visite. إذن هو يشرح. Il explique au touriste le programme de visite. Le programme de visite. إذن هو يشرح للسياح برنامج الزيارات. إذن هو يشرح. إذن سنركز على explique au touriste le programme de visite. إذن هذه تسمى المجموعة الفعلية. إذن explique au touriste le programme de visite c'est le gros verbal. هذه المجموعة الفعلية. المجموعة الإسمية فينية عندما نطرح كي إكسبليكو توريست لو بروغرام دي فيزيت من نطرح كي ماشي كو كي إكسبليك من الذي يشرح أو توريست للسياح لو بروغرام دي فيزيت لو بروغرام دي فيزيت برنامج الزيارات إذن كي إكسبليك كي إكسبليك من الذي يشرح طبعا سنقول سي لو غيد إذن لو غيد سي لو غروب نومينال سوجي سي لو غروب نومينال سوجي لو غروب يعني مجموعة أو جماعة أو فارق نتكلم هنا عن مجموعة ثم نومينال نومينال طبعا كلمة نومينال تتضمن كلمة نو لو نو كلمة اسم كما قلنا إذا نومينال إذا نتكلم عن مجموعة اسمية إذا نتكلم عن مجموعة اسمية سوجي سوجي يعني فاعل يعني أنها هي التي تقوم بالفعل إذا نتكلم عن هذا لو غيد هو الذي يشرح سي لو غيد كي إكسبليك أو توريست لو بروغرام دي فيزيت إذا نتكلم عن هذا الدليل هو الذي يشرح للسياح برنامج الزيارات. إذا طبعا نتكلم عن مجموعة اسمية. طبعا كما قلنا راه ممكن أن تكون المجموعة الاسمية أطول من هذا الذي عندنا هنا. نقول مثلا لو بريزيدون ديريكتور جينيرال. إذا نتكلم عن الرئيس المدير العام دو لا سوسيتي للشركة إكسبليك أو زومبلوي يشرح للعمال لو بروغرام دي ترافو برنامج الاعمال لو بروغرام دي ترافو برنامج الاعمال اذا ممكن انه يكون عندنا لو غوب نومينال سوجي اطول من هاد الكلمتين يتضمن كلمات اكثر من كلمتين او كلمه ممكن تكون عندنا كلمه واحده هنا مثلا نقول مصطفى اكسبليك او توريست لو بروغرام دي فيزيت نقول مثلا مصطفى اكسبليك او توريست لو بروغرام دي فيزيت مصطفى يشرح للسياح برنامج الزيارات. Chaque question permet de trouver le groupe verbal ou le groupe nominal sujet. إذن كل سؤال من الأسئلة التي رأينا أن تمكن من إيجاد المجموعة الفعلية أو المجموعة الإسمية. ثم عندنا pour le deuxième paragraphe, je manipule et je réfléchis, je manipule et je réfléchis. أنا أعالج وأنا أفكر. طبعا عندنا le verbe manipuler. ثم عندنا le verbe réfléchir يعني فعل فكرة. Je complète le tableau. À partir des phrases données. Je complète le tableau à partir des phrases données.
أنا أكمل الجدول انطلاقا à partir انطلاقا. طبعا لو فيرب partir يعني انطلاقة أو ذهب. هنا عندنا عبارة تقال هكذا à partir انطلاقا. Je complète le tableau. أنا أتمم الجدول à partir انطلاقا. دي فراز من الجمل دوني المعطاة. أنا أكمل هذا الجدول انطلاقا من الجمل المعطاة التي تعطى هنا. إذن طبعا voilà, on a des phrases comme nous le voyons. Comme exemple, si nous prenons la première phrase, إذن كمثال إذا أخذنا الجملة الأولى, les touristes arrivent au Maroc. Les touristes arrivent au Maroc. إذن عندنا السياح يصلون إلى المغرب. Les touristes arrivent, طبعا on a le verbe arriver au Maroc إلى المغرب. Quel est le groupe nominal sujet? Puis, quel est le groupe verbal? Le groupe nominal sujet, c'est les touristes. On va mettre ici les touristes. On va écrire ici les touristes. Après, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Arrive au Maroc. Arrive au Maroc. On va mettre ici arrive au Maroc. Voilà, voilà, c'est le groupe verbal. Ici, on va mettre les touristes. Et ici, on va mettre arrive au Maroc. Après, on a la deuxième phrase. Le guide et les touristes visitent le mausolée Mohammed V. Pour la deuxième phrase, le guide et les touristes visitent le mausolée Mohammed V. Le guide et les touristes visitent le mausolée Mohammed V. De la même manière, on se demande quel est le groupe nominal sujet et quel est le groupe verbal. Bien sûr, pour le groupe nominal sujet, on va mettre Adnana, le guide et les touristes. إذن عندنا الدليل والزوار الدليل والسياح فيزيت يزورون لو مزري محمد سينك ضريح محمد الخامس. إذن عندنا الدليل والسياح يزورون ضريح محمد الخامس. On se demande de la même manière où est le groupe nominal sujet et où est le groupe verbal. Dans cette phrase, où est le groupe nominal sujet et où est le groupe verbal. Le groupe nominal sujet dans cette phrase est le guide et les touristes. Le groupe nominal sujet dans cette phrase est le guide et les touristes. غناخدو هادي كلها. Le guide et les touristes. غناخدو هاد المجموعة كلها. عندنا الدليل والسياح. هما اللي غيقوموا بالفعل. إذا le guide et les touristes. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre le guide et les touristes. إذا سنضع هنا le guide et les touristes. إذا هذا le groupe nominal sujet. Après, on a le groupe verbal. Alors, quel est le groupe verbal dans cette phrase-là? Bien sûr, on va mettre ici le reste de la phrase. Visite le mausolée Mohammed V. إذن سنضعون بقية الجملة. اللي هي visite le mausolée Mohammed V. إذن هذا هو le groupe verbal. Après, on a la troisième phrase. Deux personnes prennent des photos. Deux personnes prennent des photos. إذن هناك شخصان يأخذان صورا. شخصان يأخذان. عندنا هنا اثنان شخص نتكلم عن شخصين. دو بيرسون برين دي فوتو. طبعا نتكلم عن لو فير بروندر. كانهم ياخذون شيئا بيدهما. اذا دو بيرسون برين دي فوتو. اذا شخصان ياخذان صورا. نو زالون ميتر سي لو غروب نومينال سوجي اي نو زالون ميتر سي لو غروب فيربال. سندع هنا لو غروب نومينال سوجي. Dans cette phrase-là, quel est le groupe nominal sujet? Et dans cette jumla, ma y'a le majmou'a l'ismiya l'fa'il. Bien sûr, le groupe nominal sujet dans cette phrase est deux personnes. Et dans le groupe nominal sujet dans cette phrase est deux personnes. Et dans ce naktubuna, nous allons mettre ici deux personnes. Et dans ce nadauna, deux personnes. Et nous allons mettre dans la deuxième case, le reste de la phrase. Et nous mettons dans la deuxième case, le reste de la phrase. Et dans le reste de la phrase est prennent des photos. Et dans baqi al-jumla huwa prennent des photos. Et dans al-jumla sanqassimu ala ithnan. Juz'un nad'u huna wa juz'un nad'u huna. Al-juz' al-thani huwa prennent des photos. C'est le groupe verbal. Al-majmou' al-fi'liya. سنضعون prend des photos. Et enfin, on a la dernière phrase. Mes voisins sont partis en voyage.
إذا جيراني هم ذهبوا. طبعا نتكلم على لو فيرب بارتير، نتكلم على لو فيرب بارتير سون بارتي، هم ذهبوا. اون فواياج، اون فواياج يعني في سفر. إذا مي فوازان، مي فوازان سون بارتي اون فواياج. إذا جيراني هم ذهبوا في سفر، جيراني ذهبوا في سفر. مي فوازان سون بارتي اون فواياج. إذا جيراني هم ذهبوا في سفر. Alors, nous allons mettre ici le groupe nominal sujet et ici nous allons mettre le groupe verbal. إذن سنضعنا المجموعة الاسمية الفاعل. إذن سنضع ماذا هنا؟ Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Bien sûr, nous allons mettre mes voisins. Mes voisins. إذن جيراني. جيراني هم الذين قاموا بالفعل. إذن mes voisins. Après, qu'est-ce qu'on va mettre? Dans la deuxième case, qu'est-ce qu'on va mettre? Bien sûr, nous allons mettre son parti en voyage. Sont partis en voyage. Sont partis en voyage. Hum dehabo fi safar. Sanadauna sont partis en voyage. Je donne une phrase et j'indique le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Je donne une phrase et j'indique le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Idan ana a'ti jumla thumma uhaddid. طبعا المجموعة الاسمية الفاعلة ثم المجموعة الفعلية، ثم المجموعة الفعلية. طبعا في الغالب، في الغالب الجمل البسيطة في اللغة الفرنسية انها تتكون من الشقين. الجمل العادية البسيطة في اللغة الفرنسية تتكون من الشقين. نقول مثلا لونفون لي، لونفون لي، لونفون لي، الطفل يقرا. لونفون لي، طبعا نتكلم على لو فيرب ليغ، le verbe lire. إذا l'enfant c'est le groupe nominal sujet, lit c'est le groupe verbal. ممكن أننا نقول l'enfant lit un roman. l'enfant lit un roman. يعني أن الطفل يقرأ أو رواية. ممكن نقول مثلا l'enfant lit un roman. ممكن نقول مثلا l'enfant lit un roman. الطفل يقرأ أو رواية. الطفل يقرأ أو رواية. l'enfant lit un roman. إذا l'enfant c'est le groupe nominal sujet. Lis un roman. C'est le groupe verbal. Lis un roman. C'est le groupe verbal. ممكن بنفس الطريقة نقول l'enfant lit un livre. L'enfant lit un livre. طبعا l'enfant c'est le groupe nominal sujet. Lis un livre. C'est le groupe verbal. Lis un livre. C'est le groupe verbal. يقرأ كتابا هي المجموعة الفعلية. ممكن نقول مثلا أحمد va à l'école. أحمد يذهب إلى المدرسة. ممكن نقول مثلا أحمد va à l'école. ممكن نقول مثلا أحمد va à l'école. أو نقول أحمد fait ses devoirs. أو نقول مثلا أحمد fait ses devoirs. إذا أحمد va à l'école. أحمد c'est le groupe nominal sujet. Va à l'école c'est le groupe verbal. أو نقول أحمد fait ses devoirs. أحمد c'est le groupe nominal sujet. Fait ses devoirs c'est le groupe verbal. طبعا عموما كما قلنا قبل قليل نطرح هذه الأسئلة لنحدد لو غروب فيربال وبيا لو غروب نومينال سوجي. إذا نحدد المجموعة الفعلية أو المجموعة الإسمية الفاعل أو المجموعة الإسمية الفاعل. طبعا هناك طريقة أخرى لنحدد المجموعة الفعلية ثم المجموعة الإسمية الفاعل من غير الأسئلة. نقول ماذا؟ نقول مثلا سي كي، سي كي، إنه فلان كي الذي فعل كذا، إنهم كذا وكذا الذين فعلوا كذا. إذن أقول سي إنه فلان الذي فعل كذا وكذا، أو نقول إنهم كذا وكذا من الناس أو كذا كذا من الفاعل. كيفون كي الذين فعلوا كذا. إذن on trouve alors le groupe sujet dans le premier trou. يعني في هاد الثقب الاول كما نقول، يعني في الفراغ الاول dans le premier trou et le groupe verbal. ثم نجد le groupe verbal يعني المجموعه الفعليه dans le second trou. dans le second trou يعني في هاد الفراغ الثاني. trou طبعا كما نقول ثقب، ثقب هنا المقصود به هاد الفراغ. اذا طبعا عندما نقول سي إنه فلان، إذا هاد فلان
هو لو غروب نمنا السوجي. ثم عندنا كي الذي فعل كذا وكذا، الذي قرأ الكتاب، الذي فعل دروسه إلى غير ذلك. سي لو غروب فيربال. لو غروب فيربال دون لو سكون ترو، دون لو سكون ترو. المقصود هنا دون لو دوزيام ترو، دون لو دوزيام ترو. لو سكون المقصود به الثاني. إذا نقول لو سكون أو بيان لو دوزيام. عندنا الأمثلة إكزامبل، أمثلة برونو لي دو فراز. فلنأخذ الجملتين، عندنا لي شيا أبوا، لي شيا أبوا، الكلاب تنبح، لا كارافان باس، القافلة تسير، لا كارافان باس، كما لو نقول القافلة تمر، لا كارافان باس. طبعا عندنا هنا لو فيرب أبوي يعني نبح، هنا عندنا لو فيرب باسي يعني مر أو مضى إلى غير ذلك. برونو لي دو فراز، فلنأخذ الجملتين، لي شيا أبوا، الكلاب تنبح، لي شيا أبوا، الكلاب تنبح، لا كارافان باس، القافلة تمر، لا كارافان باس، القافلة تمر. طبعا عندنا هنا اون نيسي دو ريبوندر ا، نحاول الإجابة عن اون نيسي. طبعا عندنا لو فيرب ايسيي، لو فيرب ايسيي يعني فعل حاولة، اون نيسي يعني أننا نحاول دو ريبوندر للإجابة ا عن، للإجابة ا عن. اون نيسي دو ريبوندر ا، نحاول الإجابة عن. إذا عندنا هنا سي، سي، إذا سنقول سي لا كارافان، سي لا كارافان. طبعا نتكلم عن المفرد هنا، لا نستعمل ليشيا، ليشيا سنقول سوسون، إنهم. تنتكلم على بزاف الكلاب، إذا سنقول سوسون، إنهم، إنهم الكلاب. هنا عندنا سي إنها أو إنه، سي إنه أو إنها. طبعا عندنا هنا لا كارافان هي اللي في المفرد، إذا سنقول هنا سي لا كارافان كي باس، سي لا كارافان كي باس، ان القافله التي تمر. ثم عندنا هنا سوسون لي شيان، سوسون لي شيان، انهم الكلاب كي ابوا، كي ابوا، انهم الكلاب الذين ينبحون، الذين ينبحون. طبعا هاد كي تجيب معنى الذي وتجيب معنى الذين كما عندنا هنا. طبعا هذا بالمقارنه مع اللغه العربيه، طبعا من حيث اللغه والناس اللي تتكلموها، طبعا تفهموا هذه الامور على طريقتين، تفهموا بشكل عادي. نحن نقوم بهذه المقارنه لاننا نتحدث الدارجه او نتحدث اللغه العربيه، طبعا نقوم بهذه المقارنات. اما بالنسبه للاشخاص الذين يتحدثون فقط اللغه الفرنسيه، طبعا هم يالفون هذه العبارات، هم مولفين هذه العبارات، يعني لا يحتاجون لهذه المقارنة، تستعملها بشكل يومي وبشكل عادي. ثم عندنا اونوبتيان، اونوبتيان كما قلنا هنا سوسون لي شيا كي ابوا، سوسون لي شيا كي ابوا، انهم الكلاب الذين ينبحون. ثم عندنا، ثم سي لا كارافان كي باس، سي لا كارافان كي باس، ان القافلة التي تمر، سي لا كارافان كي باس، إن القافلة التي تمر. في حالة المذكر نقول الذي، الذي يمر مثلا بنفس الذكي، ممكن أن تعني الذي. pour la première phrase، بالنسبة للجملة الأولى، on a dans le premier trou les mots، إذا عندنا في الثقب الأول المقصود في الفراغ الأول les mots، الكلمات، les chiens، إذا عندنا الكلمات، عندنا le premier mot et le deuxième mot، إذا نتكلم على الكلمات. c'est le groupe nominal sujet، إذا نتكلم على المجموعة الإسمية الفاعل، هنا عندنا لو غروب سوجي، كما لو نتكلم على المجموعة الفاعل، سي لو غروب سوجي، سي لو غروب سوجي. ثم عندنا دون لو دوزيام ترو، في الثقب الثاني المقصود في الفراغ الثاني، هنا لو مو أبوا، دون لو دوزيام ترو، في الثقب الثاني المقصود في الفراغ الثاني، نتكلم عن هذا الفراغ الثاني، هنا لو مو أبوا. نتكلم عن الثقب الثاني المقصود الفراغ الثاني. اذا سوسون لي شيان كي ابوا، سوسون لي شيان، هنا نكتب لي شيان كي ابوا. اذا الثقب الثاني عندنا ابوا، سي لو غو فيربال، سي لو غو فيربال، ان المجموعه الفعليه، سي لو غو فيربال، انها المجموعه الفعليه. بور لا دوزيام فراز، بالنسبه للجمله الثانيه، قلنا دون لو بروميير ترو، عندنا في الثقب الاول المقصود في الفراغ الأول لا كارافان. إذا كما قلنا
عندنا كلمة la caravane, القافلة. Pour la deuxième phrase, بالنسبة للجملة الثانية, pour la deuxième phrase, بالنسبة للجملة الثانية, on a dans le premier trou, عندنا في الطقم الأول المقصود في الفراغ الأول, la caravane. إذن كما رأينا, c'est la caravane. إذن هاد la caravane, c'est le groupe sujet. Ou bien c'est le groupe nominal sujet. إذن هي المجموعة الإسمية الفاعل. ثم عندنا dans le deuxième trou, on a pas, c'est la caravane. إذن عندنا المجموعة الأولى هي هادي. إذن c'est le groupe nominal sujet. ثم عندنا qui passe, عندنا الثقب الثاني. Dans le deuxième trou, في الثقب الثاني, on a pas. On a pas. إذن عندنا في الثقب الثاني, pas. C'est le groupe verbal. C'est le groupe verbal. إذن هي المجموعة الفعلية. إنها المجموعة الفعلية. إذن كما رأينا, ممكن أننا نجد المجموعة الإسمية والمجموعة الفعلية بهذه الطريقة. بهذه الطريقة. هذه في حالة المفرد. هذه في حالة الجمع. هذه في حالة المفرد. هذه في حالة الجمع. وممكن نستعمل الطريقة التي رأينا من قبل. نطرح السؤال كي أو بياك. كي observe les images. Que font les touristes. للسؤال عن الجزء الثاني من الجملة. إذن هذا فيما يخص الفقرة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.